مباراه بكره علشان ربنا يكرمنا بيها حاجتين مهمين جدا بكره. اول حاجه عمليه الاستحواذ كويس. ودي اللي هتميزك وهتديك الافضليه بكره. تدوير الكوره دايما الكرات القصيره دي هتزهقهم، تخلق لك فرص، بتديك ثقه، بتمتص الحماس بتاع اللعيبه. النهارده فريق الوداد خسران الدوري في اخر 5 دقايق. انا ضد الناس اللي قالت ده النادي الاهلي ليه افضليه بحصول الرجاء، لا ده النهارده فريق جريح. صح. الفريق اللي المتعور بلغه الكوره عايز يعوض، اللعيبه عندها حماس وعندها دافع، مش عايز يطلع من الموسم بدون بطوله، فعايز النهارده يعوض. السنه اللي فاتت بيوصل للفاينل بيخسر بفعل فاعل، 2017 بياخد البطوله، فهو رجليه في الكره الافريقيه. مزبوط. يعني الوداد اسمه موجود قريب، الاهلي قريب من الترجي من مازيمبي، الوداد حط اسمه في الحته دي. أي. فالنهارده مباراه بكره مباراه صعبه. ايوه موسيماني لازم يحضر لها تحضير كويس. طبعا انت النهارده ما بتلعبش السيناريو بتاعك من اول مباراه، عندك برضو خط او دكه بره تقدر تدور المباراه، عندك بدائل بره ممكن تغير بيها سواء في الناحيه الهجوميه وتنشط، او سواء في الناحيه الدفاعيه لو عايز تعمل جبهات وتامن ممكن تحط ايمن اشرف في الباك رايت في الباك ليفت. النادي الاهلي الحمد لله عنده برغم النقص العددي في الاصابات، الاصابات المهمه اللي عندك خاصة في خط الظهر رامي ربيعه ولا سعد سمير او متولي، لكن عندك الحمد لله برضو وفره في اللعيبه، عندك لعيبه بتقدر تحل في الملعب زي احمد فتحي وزي ايمن اشرف وزي حمدي فتحي وزي ديانج حسين الشحات فالحمد لله بكره يعني الامور ان شاء الله مبشره، ولكن يبقى حاجه واحده توفيق ربنا سبحانه وتعالى. الحاجه الثانيه حاله اللعيبه يوم المباراه دي هي العامل الفيصل، توفيق ربنا، ثم الحاله الفنيه والحاله البدنيه وحاله اللعيب يوم المباراه ان شاء الله يكونوا في احسن حالتهم باذن الله.